ولد الممثل الأردني أديب الحافظ في عام 1929. درس منذ صغره في مدارس عمان. أكمل تعليمه المدرسي العالي في مدرسة السلط الثانوية. البداية الفنية عام 1944 أثناء دراسته في ثانوية عمان الوحيدة آنذاك، ثم ثانوية السلط، واشتراكه في النشاطات الفنية التي كان يشرف عليها الأستاذ وهيب الأفيوني، والذي تواصل معه بعد التخرج من خلال مسرحية أميرة الأندلس للشاعر أحمد شوقي في دور المعتمد بن عباد الأندلسي عام 1945. شارك أديب في تأسيس أسرة المسرح الأردني مع العديد من رموز المسرح الأردني مثل هاني صنوبر وإحسان عماشة ونبيل المشيني، وكانت أولى أعمالهم هي مسرحية الفخة لروبرت توماس. عمل أديب كذلك في إذاعة رام الله قبل تأسيس الإذاعة الأردنية من خلال العديد من المسلسلات الإذاعية على مدار حياته الفنية، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل ميراث السنين، مسلسل محاكمة ابن المقفع، مسلسل لمن يغرد العندليب، مسلسل ظلال الدروب، مسلسل رياح الليل، مسلسل الشمس والغربال، مسلسل الدفينة، مسلسل الحائرة، مسلسل التائه، مسلسل آخر الليل، مسلسل الفخ عام 1970، مسلسل الأخرس والقلادة الخشبية عام 1972، مسلسل أنا ودموعي عام 1975، مسلسل دليلة والزيبق عام 1976 بدور القاضي نور الدين، مسلسل ساري عام 1977 بدور الشيخ تمر باشا، مسلسل الخنساء عام 1977 بدور عمرو بن الشريد، مسلسل عروة بن الورد عام 1978 بدور أبو زيد، مسلسل شجرة الدر عام 1979 بدور الصالح إسماعيل، مسلسل أبو فراس الحمداني عام 1979، مسلسل سوق الألغاز عام 1980، مسلسل المشوار الطويل عام 1980، مسلسل الكواكبي عام 1980 بدور كامل باشا القبرصي، مسلسل سيف الله المسلول خالد بن الوليد عام 1981، مسلسل حدث في المعمورة عام 1981، مسلسل حارة أبو عواد الجزء الأول عام 1981، مسلسل الغريبة عام 1981 بدور الشيخ منور، مسلسل شعراء المعلقات عام 1982، مسلسل المعتمد بن عباد عام 1982 بدور أبو العباس، مسلسل جبل الصوان عام 1983 بدور جوهر، مسلسل بيوت في مكة عام 1983 بدور الوليد بن المغيرة، مسلسل الطواحين عام 1984، مسلسل الزيارة عام 1984، مسلسل رمال لا تموت عام 1985 بدور شيخ عقيل، مسلسل حكاية الحيوانات عام 1986، مسلسل القرار الصعب عام 1986، مسلسل وشم على جدار الزمن عام 1987، مسلسل قلوب حزينة عام 1988، مسلسل الرصيف البارد عام 1988، مسلسل في قديم الزمان عام 1990، مسلسل آن الأوان عام 1990، مسلسل أبو كامل الجزء الأول عام 1991 بدور عبد المجيد بيك، مسلسل من شيم البادية عام 1992، مسلسل رمال وآمال عام 1994، مسلسل عمان في التاريخ عام 1995 بدور محمد علي باشا ضيف شرف. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.